Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr di hari Kamis tanggal kedua dari bulan Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 11 dari April 2024, masih kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran, yang mana pembahasan kita masih dalam Qira'ah Asyarah pada surat Al-Insan. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ke-14 sampai selesai dari qiraah Hamzah ibnu Habib Az-Zayyad. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi dari surat Al-Insan dari qiraah Wars An-Nafi' ayat ke-14 sampai kepada akhir. Fatafaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء salah. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Qira'u.
بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اقرأ محمد بعد هذا الرفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أين الهمس ذللت ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم من تعال أدربك أنت نوم الآن ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا أين الهمس؟ أكواب كانت إيش دخل قراءة وصفات خربان كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا تعال أدربك خلاص ضيق وقت تعال يلا يا حذيفة نوم حياتك تقصر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وظللت كتوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب أين الحمص؟ بآنية من فضة وأكواب أين الحمص؟ وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة ما في قوارير قوارير من فضة ما في هكذا قوارير من فضة ما في أنت الآن إدغام ليس ما في إدغام قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا صلاح عليهم ثياب غلط كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا غلط كثير تعال أدربك ولا تطع منهم آثما خلاص تعال أدربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وتطع منهم آثما أو كفورا طويل هنا ولا تطع منهم آثما أو كفورا ما في وين بدل خربان أنت كثرة اللئب ولا تطع منهم آثما أو كفورا هذا هم هذا تعال خلاص لعبون هيا تقلق اقرأ لعبون يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطوف عليهم ولدان يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
Maafi tahura, ishada bid'ah. Syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura. 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 Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Salah. Wadukurisma rabbika wala tuti' minhum. Galat. Yalah. Fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Galat. Tal. Semua salah. Sekali lagi. Wadukurisma rabbika wala tuti' minhum kafura au kafura. Iqra min jadid. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. 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 Wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna ya Rafiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Walton. Fasbir. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Walton akhir. Athiman aw kafura. Nahnu khalaqnahum wadhkurisma. Wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadaruna waraahum yawman thakila.
khalaqnahum wa syaddadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasyaa'una illa yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Qira ucok sani enggak ada walinya udah qira entar mana walinya Rais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إنا نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد